الفقرة اللي ترجع لكم من فترة لفترة اللي هي فنجال وسالفة. اليوم سلمكم الله عندي سؤال أبغى إجابة مع أو ضد. واضح؟ السؤال يقول أو شيء دارج في المجالس وبيننا إحنا كشباب وأكيد كلكم عارفين الشيء هذا، إنه لا تتزوج إلا بعمر 30 فما فوق، يصير ولا ما يصير؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ الحين أبي إجابات مع أو ضد وليش. يا أبو ذيب الله يطول في عمرك على الطاعة، مقدم معروض أنت؟ اسمع عشان أعطي رأيي. طيب اسمع اسلام، لازم الواحد يكون عمره فوق 30 عشان يتزوج. أنا أشوف اللي يدوم من 30 مو شيء ما نضج، ما أشوف حياة الزوجية بيتبهدل كثير حياة الزوجية. بالعكس في ناس يا أخي دقيقة يا أخي خلاص دقيقة، والله العظيم من عمر 20 يفهمون وبيقدر يقوم أسرة. بسام ممكن تعطي مجال يعطي فكرته كاملة؟ طيب اسمعني يا أبو ذيب، والله اللي يقول فوق 20 هذا وتحت 30 أنه ما يستوعب الحياة الزوجية. أنا تزوجت وأنا عمري 25 26 أحس إن في البدايات صعب إن الواحد تأقلم مع الزوج. أنت إلى الآن خير لحد اقطع افكاري. طيب انا عندي تسلسل كثير ودي اقول. طيب معك سكي؟ ما عليك منهم يا سعيد. اسمع يا ابو ذيب، اسلم يا بخاطي، مع او ضد؟ ما تتجاوز ما تتجاوز. اسمع اكثر الشباب في هذا العمر من 20 30 هم اكثر الناس اللي طلقوا. كيف بنيت هذا الكلام؟ ابحث الان وشوف فلاونه الاخيره كم اشتغل عمارهم. في المحكمه كم اعمارهم اللي طلقوا؟ والله انه ما اقل من 3 ما بشك، لانهم ما متجنسين مع بعضهم، ما عندهم طبعا اجلس ما عندهم مدى يخرج على الردميه كذا من دي. والله العظيم صدق كيف ما متجنس، خاصه الصغير وياخذ الواحده الصغيره. طيب لا في 20 سنه وتقوم اسره كامله، ما في سن محدد. ما ادري يا ابو المعنى ما ندري يا سعيد، مع احترام الشديد لك كلامك غير مقبول عندي انا انتظري نهائيا. أوه. ليه؟ انا متزوج اللهم لك الحمد وعمري 27 سنه ما شاء الله، وعندي ولد اللهم لك الحمد، وحياتنا مثل السمن على العسل ما شاء الله. يا طويل العمر ما شاء الله 27 اخت 30، انا اتكلم عن اللي يتزوجون عمرهم 20 صرف. و19 و21 لا 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 لا. فرق 7 سنوات. السؤال واضح، السؤال واضح، قال لك اقل من 30 ان شاء الله لو 29. لا ما هذه كلها مثل بعضها، هذا قد نضجت 27 قد نضجت. يا ابو ذيب اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه. ضد الكلام هذا انه ما يتزوج غير ب 30 عشان تنضج وهي تنضج، الكلام هذا غير مقبول صح نهائيا. انا متزوج عمري 23 سنه وهي عمرها 17، عاني اللهم لك الحمد عيال وبخير ومبسوط، وكل ما تزوجت تدري كل ما صار احسن. بكره يوم تجي عمرك 40 الا ولدك عمره 20 رجال مثلك، بس ما ينطبق عن غيرك، على غيرك ما ينطبق. محمد يا ابو ذيب، شوف يا ابو ذيب، الرجل والمراه يوم عن يوم يكبر وينضج عقله وتمر عليه تجارب في حياته. فانا من وجهه نظر بسيطه، والله الزواج وانت في عمر الثلاثين قارن عقلك ومرت عليك الزينة والشينة والحلوة والمرة، انه افضل بمراحل من الزواج وانت صغير عمرك يعني 20. انت مع 20. انا بالعكس مع ان الواحد يتزوج من 30 وانت طالع. طيب صل يعني مع انه يتزوج من 30 وانت طالع. ايوه او شيء تقل المشاكل، تكونوا متفهمين ومر عليكم الدنيا ومجربين، لا انت ولا الحرمة. شوف يا ابو ربيع، والله لو عمرك 50 المشاكل حاصل هذا اللي يقول مشاكل هذه افتراءات واكذاب، المشاكل تتحصل على حتى قارورة الموية. الدعوة على القلوب، الدعوة على المحبة، الدعوة على التربية. أما الكبر وأنا ما تزوج غير بعد 30، إن كان ما ينضج عقلك غير بعد 30 ما فيك خير. يا مخلد العمر ترى تجربة، أنا عارف إن التجربة يا أبو، العمر بالتجربة يا أبو غازي. والإنسان يوم يتزوج وعمره 30 قار وعارف إن وش عنده وش ما عنده وقد كون نفسه صح. احنا كلنا نعرف وحنا كلنا شباب ان الواحد سن 25 الى 30 هذا السن اللي الواحد يقدر يعتمد على نفسه ويكون نفسه ويصير عنده تجارة، عنده شغل، عنده بزنس خاص. فهنا يوم تجي شريكة حياته الا هو متفاهم الوضع. ما بشرط ما لها غير كرم. انت ضد يكون زمان دولة ورجال؟ صح ان الوقت تغير. ايش في شد هذا؟ وين راح هذا يطيح؟ عطوا مجال، وين الخيل حقك اول؟
الحين يا جماعة الخير الرجال تفرق. الرجال مهما مغرى الزمن يتغير ولا الرجال. أنا ضد غازي دقيقة. الحين في واحد عمره 27 أو 26. أنا كلكم ضدي. عشانك ما قبلت عزومة. صل على النبي قول له. الحين مثلا واحد من الناس عمره 25. عقلية واحد عمره 40. كلام. يعني أنت تقول إن العقلية ما لها علاقة بالعمر. تختلف من سن. أنا الحين في الوقت هذا ناوي يتزوج. في ناس فوق 30 ما يبغى يتزوج. يا أبو ذيب. هذه تختلف من مكان لمكان. يا محمد. يا محمد. والله إن أغلب الناس اللي تزوجوا بدري من سن 20-23 والحرمة تلقاها من سن 17-16 سنة إن بداية الحياة صار مشاكل ما يعلمها. والله ما صار غلط. المشاكل تجي عندنا وعندك. أول ما في مشاكل. أهم شيء إنك أخذت بنت العربي الرجال تكرمها. أهم شيء إنك. طيب إذا يبغى يستر مالياً. كيف مالياً يا مخلد؟ واحد عمره 23 سنة كيف مقتدر مالياً؟ قسم بالله. لا نكذب على. أنا بقيسها على نفسي. أنا توظفت ب 22 سنة. وأحوالك كيف كانت؟ مقتدر مالياً؟ أي نعم. يجيني راتب شهري وبخير وساكن والله ما لك. يا ولد هذا مصورين قبل أسبوع يقول كنت ما لقى الريال. خل الظروف. خل النصابي تلوث. خل أنا تزوجت بدين صح بس إني مقتدر ما أحتاج أحد ما جيت رجال وقلت يا ولد عطني أنا محتاج. شغال على نفسي. يا مخلد أنت تقول من ضمن تجاربك في بداية الحياة والله إني ما لقى مصروف. يا غازي يا غازي. صح ولا لا؟ هذا في فترة بعد الزواج. غازي. بس ما علي ماشي أموت. يا غازي صل على النبي انت اللي اخذتها انت عمرك 20 ولا عمرك 70 تجي ورجقه معها يا غازي اي نعم هذا رجاق نقسمها شفت لو اشياء ثانيه يا ابو ربيع يا اخوينا لما نجي ضاون ابل يا دمي نشتق بني يا دمي ما بحتر لنا نجي عمري 30 ونقول ما انضج عقلي غير بعد 30 يلا قدر يا اخوي ابل يا دمي يهتم فيا ما بروح ادوج واتشلتح واقول انا بالزواج بعد 30 ولا بعد 50 شوف يا ابو بنت الديره مو بشرط ان الواحد اذا جلس العمر 30 انه دواج ولا انا عارف الكلام ولا سربوت ولا ضايع عارف الكلام واللي يقول لك رزقها يجي معها رزقه يجي معها بس عاد انت لازم تكون نفسك اجل ما عندي اللي اتعشاها اليوم اقول ابى اتزوج يا رجل زوجوني ورزقه يجي معها ما يصير صلي على النبي والله نطلع من القصر ومعي 3000 ريال ونعاني بخير وبنعمها يلا لك الحمد ما شاء الله ان شاء الله العيال والالبات رجعين يا اخوي يكفون عن الدنيا وما فيها انا مكتفي بالشيء الله يبارك فيك مع وضد اي شيء بيجيني حياه الله مرحبا ما قبرت ما ترد ميت كر الله كر الله ما شاء الله ما شاء الله دخل السالفه هذه انا ما اقول شيء ما شاء الله انت مع ولا ضد هو نفسه على حسب الخاطر بعضهم يوصل 50 وباقي خبر وبعضهم 20 وعقله بسم الله عليه انت مع ضد لا تفلسف والله ما يعني ايش عمر 30 ايه اي والله ايش يعرس اذا عيله برانا تعرف السؤال وش هو انت تقول اللي يتزوج بال 30 ايه ولا لا صح ولا لا ما سؤالنا هذا اللي سمعته انا الرجال يا ولد تاخر العشاء والله ما ركزت ايش تاخر العشاء الله يجعلنا ناخذ من الحرام عندنا فوق الدم ما عاد قدرنا نركز صلى النبي والله لا تعين الزين بالحرام تعرس لو عمرك 10 سنه مع الزواج من 20 22 23 سنه ليش يجي لك ولد يساعدك في حياتك بعدين زي انا متزوج من بدري انا الحمد لله ما شاء الله اي نعم في الزواج بدري افضل شيء اي والله انك صادق اني والله شفت الضبوع فيك الله يوفقك قلت تعرف تطبخ وقلت خلاص قلت والله ما شاء الله تبارك الله والله انا علمتك من بدري ما انت اللي علمتها هي اللي علمتك على الطبخ من بدري لا لا يا قبطيه والله انك دخت لا انا بقول لك على حاجه ترفيه برضه يوم انا في المطبخ اشتغل معها تستاهل منور واغسل واطبخ خيركم خيركم لاهلي خيركم لا لا بس ما باسبوع كامل في المطبخ خيركم اي يوم ما اخذ ايام الا انت لا وربي لا وربي كل ما وين ذا الحين وين ما دقيت الشرشوره من عند المول ولا السوق اتوقع يا ابو ذيب انه الشخص الشخص يفرق انا بالنسبه لي والله اني قبل كم شهر ابوي يقول لي يا ولد اقول له ما ابغى فجاه كذا حسيت بتعب كذا ابغى واحد كذا خلاص يسوي لي مساج في راسي يعني يروقني قلت له ابويا انت عارف الموضوع اللي نتكلم عنه توكلنا على الله بعد يوم جميل جدا قضيناه في هذا المكان نرجع الى السكن في هذه الاجواء الضبابيه شبه منعدم الرؤيه فيها والله ما ودنا نطلع من هذا المكان يلا الله يمسيكم بالخير يلا جميع الباصات التوجه هنا لو سمحتوا الاطفال لو سمحتوا يلا اركبوا السيارات يلا
ان شاء الله نتجه الان لبيوتنا ان شاء الله وحن في خير ان شاء الله وسلامه، ما حد يتعدى الثاني. ممكن احنا ارانب شغل الكشافات لو سمحتوا، ما حد يتعدى الثاني لو سمحتوا، كل المشكله كان طقم ما تدري من الاول والثاني. يلا يا ولد طلال كمنجه ما اقدر اركب السياره. طلال يبغى لك سياره حو، هيا يلا حرك. جا 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 النجا وربي انك عبال النجا. مزايين المزايين المزايين ضباب كثيف جدا. ما ادري انت تشوفه الدربي اللي قدام. ودعنا الله هاي ذي والله نطفش مثلي لابس والله ما عاد شفنا. اشهد ربي الله. ايه ايه ازكي ايوه بس خل الحين على البركه كذي بلا نور فيها. اشهد لا اله الا الله. شغل شغل نور عالي. الحمد رسول الله ما نكتب خلاص خلي النور. عبد القادر ما فيها والله مزح بالحرام هي ضباب وزحلطه. ها توكلنا على الله. بن بران ايش فيك مشدود؟ وربي ماني يا اخي انت صادق. انت معتي الطلعات وضباب واني هو بدي يروح الموت برجوله. استودعنا الله. هي بشويش هي ما انت على خط ابو الخميس بشويش. ايوه طفي الكشافات تعكر كان حصيد ارانب بشويش. قلبك 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 ملف ملف ملف. الله ان شاء الله قردنا ان شاء الله قردنا. انا ما قدرت فصلت من المره الاولى. انتبه ما عاد شفنا شيء. يلا ودع ما عليك ما عليك والله انك ما غير لقاها قاتم ولا فايده من امك. خذ يسار ظل روح 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 روح. اشهد لا اله الا الله اشهد ما عاد والله النحت والله النحت اشهد ربي الله. ملحوق على العوبه ملحوق على العوبه يا بلد. اي هوات يعني حدد مع المدينة والله ما عاد يلقاك ما يعرفونه كيف بقصة. امنع امنع هذا خذ الثلاث قبلات. صدق انا نركب مع ذول الايام بس كان قعدنا في بيوتنا. انتبه طف الاغاني غير ابن القران نموت الا على القران. انتبه والله ما تقدر تشيل راسك من التبت اللي فوق راسك. خفف فيها شوي اني ما قصت معك انا سلكت معين ما ياخذ 10 دقائق تقرا. انتبه انتبه والله ما ادري ما يشوف والله اني اقرب وجهه من القزازه. هاي ما بعرف الله ياخذ عقلك. ما بعرف والله ما تشوف بغيت البس انا. لا عاد زعله لا عاد زعله ولا عاد يقول حق. هي بعدين بيطلق فمي بيدي الاحمر. بيقولوا ندم ما ادري من الصفا حقت حبيبي.